طيب دي كده احنا كده زي ما اتكلمنا عن حوار الفيديو ده، هنتكلم فيه ازاي نعمل الفيوز، ازاي هنعمل فيه البروسيجر، وازاي هنعمل ديليت وابديت. يعني عامة اول حاجة لو احنا هنعمل ابديت عن طريق الجي او اي يعني بدون ما نكتب كود، يعني لو عايزين نعمل ابديت على التيبل اللي اسمه ستودنت هندوس ايه، نكليك عليه وندوس ايديت، والله اخليه بدل، هدوس على الفيلد اللي انا عايز اعدلها اخليها بدل جيزة اخليها كايرو مثلا وادوس ايه سيف. طيب ده الابديت. الابديت ككود سيكوال هنقول له ايه، هقول له والله انا عايز اعمل ابديت. ابديت لايه؟ ابديت للتيبل اللي اسمه ستودنت. هتعمل فيه ايه؟ هتعدل فيه ايه؟ والله انا هعمل ست للادرس بقيمة نسميها كايرو مثلا، او مثلا طيب لمين انت عايز تعدل كلمة انت عايز تعدلها لمين؟ يعني لو احنا جينا نبص هنا انت عايز تحط نيويورك لمين؟ لمازن ولا داود ولا ياسين ولا انطونيو ولا مين بالظبط؟ فانت بتحدد، بتاخد الكلمة المميزة او الشيء المميز عندك اللي بيقدر يحدد منه انهي ريكورد صح، هو الاي دي بتاع الستودنت. فانا الاي دي بتاع مازن رقم 1 وير ان الاي دي ايكوال ايه؟ ايكوال 1. وادوس ايه؟ اكسكيوت. وان رو افكتد. لو جينا نشوف الداتا الموجوده في جوه الستودنت هنلاقي ان انا عندي ايه؟ فعلا ما زلت عامل له ابديت. طيب ازاي نمسح رو؟ هاو تو ديليت رو. ممكن امسح الرو من الجي او اي برضو ستودنت، او خلينا ندخل نمسح من كورس مثلا ايديت دوت. والله انا عايز امسح الموديلنج فهدوس سيلكت عليها ورايت كليك وادوس ايه ديليت. حلو، قال لك انت عايز تمسح الرو ده، هتقول له اه عايز امسح كده، انت عملت ايه ديليت. خلينا بس ايه نضيف ماده تانية بدلها موديلنج برضو، خليها رقم 3 ماشي. فكده احنا عملنا ايه الديليت. طيب الديليت ككود سيكوال بيتكتب ازاي؟ بتقول له انا عايز اعمل ديليت، هيقول لك عايز تعمل ديليت منين؟ هتقول له فروم التيبل اللي اسمه كورس. ماشي، انهي ماده اللي عايز تمسحها؟ تعرف لو انت سبت الليله دي كده المفروض هيمسح كل الداتا الموجوده هنا. طيب انا عايز امسح الماده اللي الاي دي بتاعها 5، هقول له وير اي دي بتساوي ايه 5 وبس. طبعا ايه انا مش عايز امسح عشان ما امسحش الداتا اللي انا لسه حاططها هنا. ماشي، فده الديليت كده، عملنا الديليت عملنا ابديت. قال لك اعمل لي مثلا فيو. ماشي، او خلينا ندخل في الفيو الاول كحاجه مبدئيه. ازاي نعمل فيو؟ فيو هي ايه؟ يعني ايه فيو؟ دي فيو يعني انا باخد جزء من الداتا، يعني هو نفترض عندي شايفين دول. ماشي، انا عايز دلوقتي كمستخدم للبرنامج لما اجي افتح البرنامج يكون عندي ميزه او اختار من تيبل، التيبل ده فيه الناس بتاع كايرو بس. يعني انا منطقيا دلوقتي لو عندي 26 محافظه، ماشي، كل محافظه فيها 50,000 طالب، مش منطقي جدا ان انا لو عايز اشوف الناس اللي موجوده في كايرو حلو اعمل لهم 25 تيبل، خمسه يعني مثلا نفترض انا عايز اعمل دلوقتي سيلكت للناس اللي هي ايه وير ادرس ايكوال كايرو. ماشي، دي الناس اللي في كايرو. واحد يقول لك ايه، انا لو عايز اشوف الناس اللي في كايرو والناس اللي في اسكندريه والكلام ده اخزن كل واحده في تيبل، كل واحده في تيبل، والتيبل هياخد يعني سايز كبير، يعني مش حوار سايز كبير بقى، انت يعني انت هيكون عندك تيبلز كتير قوي، تيبلز 26 محافظه، فاهمني؟ طيب ما احنا ممكن نعمل فيو يعني هاخد جزء من الداتا. تمام، انا اوريدي انا عندي هو 1 تيبل اللي هو ستودنت. يعني بصوا انا دلوقتي عندي تيبل واحد هو ستودنت، ماشي، انا هكريت منه
تيبل، فيرتشوال تيبل. فيرتشوال تيبل يعني ايه؟ التيبل ده ملهوش وجود اساسا، بس هو مشتق من هنا. يعني ايه تيبل ملهوش وجود؟ التيبل ده اللي بيتعمل بالفيو ما ينفعش تضيف فيه داتا، حلو، ما ينفعش تمسح منه داتا، ما ينفعش تعدل فيه. فانت ده بتاخد جزء، يعني ممكن تستخدمه عشان تعرض بيانات للمستخدم وانت مش واثق ان المستخدم ده ممكن يدخلك حاجه في الداتابيس تبوظ لك الدنيا ولا لا. فانت بتقول لا، خد اتفرج على الجزئيه دي بس، ومش هتعدل فيها ولا هتعمل فيها اي حاجه. ده بيكون فيرتشوال تيبل. هو تيبل جزء من الداتابيس، يعني هو سبست من الداتابيس، هو سبست من الداتابيس انت بتقدر تشوفها لكن مش بتقدر تعدل عليها، ولا ليها وجود اساسا، ولا بتاثر في حاجه. تمام. طيب، وبيظهر لي اللي انت ممكن تعمل مثلا ايه، مليون فيو، فيو فيها الستودنت بتاعت كايرو، فيو فيها الستودنت بتوع سي اس، لكن يظل انت عندك في الحقيقه 1 تيبل، انت ما عملتش 50 تيبل. فاهمني؟ طيب، هنعمل ازاي الفيو؟ والله الفيو هي هي بالظبط، يعني لو اتكلمنا اللي احنا هنكريتها بالجي او اي، هندوس عليها نيو فيو، هيقول لك انت عايز تعمل فيو لايه. والله انا عايز اعملها للستودنت مثلا، وادوس اد كلوز. طيب خلينا بقى نكبر الدنيا دي شويه. انا عايز اعرض فيها ايه؟ انا عايز اعرض فيها الادرس. طيب لا سوري، انا عايز اعرض فيها كل حاجه، فبدوس استريكس، عايز اعرض جميع بيانات الطلبه. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي المفروض في كايرو، يعني وين الادرس المفروض؟ لا سوري. طيب دلوقتي انا عملت حوار اللي انا شبه عملت الفيو. الفيو دي هتعمل ايه؟ هتسلكت كل البيانات بتاعت الستودنت من التيبل بتاع الستودنت. طب انا عايز اعمل تحديد للناس اللي هي موجوده في الادرس بتاع كايرو بس، ما يعرض في الفيو دي يوم لما تشتغل الفيو دي يعرض لي بيانات بتاعت الناس الطلاب اللي هم في كايرو بس. فلازم هعمل ايه؟ لازم هسلكت على ايه؟ على كل دول، اشيل بقى من دي واخلي ايه سلكت على دول. طيب انا عايز دلوقتي اعمل فلتر على مين؟ على الادرس. يبقى هروح للادرس من هنا واختار، اكتب فيه بقى ايه؟ اكتب فيه ايكوال، واكتب فيه اللي انا عايز الناس بتاع كايرو ايه بس، وادوس ايه؟ اوكي. زي ما احنا شايفين اهو، تحت اتعدلت وبقت ايه؟ ادرس ايكوال ايه؟ كايرو. حلو، وير ان الادرس بتاع الطلبه دول كايرو. طيب نسيف الفيو دي، كنترول اس، ونعملها مثلا كايرو اس تي يو. اوكي. نرفرش بقى، عندي فيو اهي اشوفها، هدوس عشان اشوف البيانات اللي جواها، اقول له سيلكت توب ايه 1000، اهو طلع لي الناس اللي موجوده ايه هنا، اكسبريشن 1 اكسبريشن 2 3 اند سو اون. ديت ايه؟ تتعدل. تتعدل ازاي دي؟ هقول له ديزاين، واقول له مثلا اللي انا عايزها، يعني ممكن نطلبها له زي ما هي، يعني في ايه عادي مش مشكلة، يعني نسيبها زي ما انا، حط يعني حطيت له بدلها استريكس، فهو راح ايه ضاف لي ايه دول كده، هدوس كنترول اس سيلكت. وطبعا زي ما احنا عارفين الفيو، يعني هي كحتة سكيورتي حلوة ليك، يعني انت مش بتخليه ان هو يعدل في التيبل، بتخليه يشوف حاجات معينة من الداتابيز، ما يشوفش كل الطلبة بتاعته. يعني انا لو عندي دلوقتي مسؤول عن المدرسة بتاع الفرع بتاع كايرو والفرع بتاع الجيزة، فانا ما اخليش بتاع الجيزه يشوف الطلاب بتاعة القاهره، تمام، والعكس صحيح. فبالتالي بعمل له فيو تخصه. تمام، ادي الفيو كده، الجزء بتاع الفيو خلص. طيب اعمل الفيو ازاي ككود سيكوال؟ ده برضو للي حابب. الفيو ككود سيكوال بتتعمل بالطريقه دي، نيم كويري، هقول له كرييت فيو، وادي له اسمها، هقول له مثلا ايه جيزه STU as، ونكتب الكويري اللي هو احنا بنسلكت بيه مثلا الداتا، سيلكت اسركس اوف فروم ستودنت، هات لي جميع البيانات بتاعت الستودنت اللي هم ساكنين في الادرس بتاع ايه؟ جيزا. وهنقول له اكسكيوت، تعمل لها اكسكيوت وتعمل لها كريت في نفس الوقت. على فكره يعني كده اسهل يعني.
اهي نسلكت البيانات اللي فيها، اقول له سلكت. تمام تمام عندنا حاجه اسمها بروجرامابيلتي. طبعا الناس تسامحني على النطق عشان النهارده انا ما نمتش اساسا يعني، فايه لو في حاجه في النطق فيها مشكله اتعدل عليها. هندخل على ستورد بروسيجر. ايه هي الستورد بروسيجر؟ بكل بساطه انا عندي ونفترض برنامج، ماشي؟ البرنامج ده في كل مره هقول مثلا البرنامج ده فيه زي واجهه كده، يعني خلينا نفتح الرسام. البرنامج ده فيه زي فين فين الشيبس اهي، انا عندي برنامج. البرنامج ده بياخد في كل مره الستودنت اي دي في الـ في الـ في البوكس ده، وبدوس سبميت فبيطلع لي بيانات الستودنت. حلو. الحوار ده انا ممكن اعمله بكود في كل مره، يعني ديت ممكن اعملها ككود عندي في البرنامج بتاع كسيكوال، يعني كسيكوال ممكن اكتبها كده فروم ستودنت وير ان الاي دي بتاعه ايكوال رقم مثلا الفلاني اللي هو كذا، ونفترض اتنين. في كل مرة في البرنامج بتاعي اللي هو انا كاتبه بالسي شارب هياخد القيمة اللي هنا عن طريق اي فانكشن ويحطها في الكويري ده في كل مرة في كل مرة في كل مرة. طيب ما نعمل حاجة اسمها ستورد بروسيجر. الستورد بروسيجر ديت بتسهل لي برضو لو انا هقعد اشتغل على الداتابيس بتاعتي واقعد اكتب فيها ارقام متغيره، يعني انا لو سيفت الكويري ده هيكون بيجيب لي البيانات بتاعت الستودنت اللي هو رقم 2 سوري يوز سكول سيلكت سكول، ماشي هيجيب لي بيانات الستودنت بتاعت 2 بس. طيب انا عايز في كل مره ادي له رقم معين، يعني مش يعني انا ليه اسيف البتاع ده كده وادوس كنترول سيف ويتسيف على كده ان هو دايما بيجيب لي بيانات داوود. انا عايز في كل مره ادي له رقم معين فيجيب لي على طول وبدون الحاجه اللي انا اكتب الجزئيه دي كلها في كل مره. دي بتتعمل في حاجه اسمها ستورج بروسيجر. بدوس عليها موجوده في البروجرامابيلتي، بدوس نيو ستورج بروسيجر وبيطلع لي المنظر اللي بيخض ده. عشان بس ما نتخضش نمسح كل ده كده، نمسح كل ده ونمسح كل ده. خلينا نمسح بقى هنا واحده واحده كده، ويعني يعني مش اي شيء يتمسح من هنا. ماشي. اول حاجه انا عايز اسميها، هسميها مثلا ان انا اقول ايه سيرش ستودنت. طيب بتتسمى ازاي؟ شايفين البروسيجر نيم بشيلها كده واحط بدلها النيم اللي انا عايزه، هسميها ستودنت سيرش. هنا بحط البارامترز. البارامتر بتتحط ازاي؟ بارامتر يعني انا هسيرش بالستودنت ده بالاي دي، انا لازم اضيف بارامتر يتاخد من البرنامج بتاعي بياخد الاي دي بس، وده هيكون نوع انت. فعشان اضيف بارامتر بقول له كده ات ونسميه مثلا اي دي ايكوال سوري اي دي نوع، بدوس سبيس وبدوس انت. هل احط سيمي كوما؟ لا ما تحط سيمي كوما، ما تحطش اي حاجه. طيب نفترض ان انا عايز اضيف بارامتر تاني، بقول له ايه؟ بقول له كوما ات مثلا نيم. حلو. وبدي له مثلا النوع اللي هو فار تشار مثلا ايا كان. حلو حلو. طبعا احنا عايزين نستخدم في البرنامج ده جاست وان بارامتر. هنا بقى هضيف الجمله اللي انا على اساسها هقعد اغير فيها كل شويه ومش هكتبها كل شويه. يعني انا الجمله دي كانت بتسلكت البيانات بتاعه داوود بس بالرقم 2. طيب انا هحطها هنا زي ما هي. تمام. وبدل 2 انا هحط بدلها ايه؟ ات اي دي. كده دي بقى هتعمل ايه؟ دي هتعمل كالاتي، هتاخد الاي دي اللي كل مره هيدخل لها وتجيب البيانات بتاعته. بدل ما انا كل شويه محتاج ان انا عشان اجيب بيانات داوود اكتب نفس السيكوال ستيتمنت دي، تمام، واقعد اجيب بيانات، وعايز اجيب بيانات مازن اكتب نفس السيكوال ستيتمنت دي واغير الرقم 2 بدل 3، طب ليه اقعد اكتبها كل شويه؟ طب ما انا اعمل بروسيجر بتاخد اي دي بس واسميها اي اسم وعن طريقها اكتب فيها اللي انا عايزه. طيب
اتاكد اسيفها ازاي، بدوس له اكسكيوت واقول كده تمام ارفرش ماشي. بقى اعمل لها اكسكيوت ازاي عشان اتاكد انها شغاله؟ بدوس عليها اقول له اكسكيوت ستور دي بروسيجر، ادي لها اي فاليو هنا ولنفترض رقم 1، بدوس له اوكي طلع لي اهو بياناته مازن. طيب خلينا نعمل ستوريج بروسيجر تانية نسميها طبعا دي بتضاف هنا، اقول له نيو ستوريج بروسيجر ونسميها مثلا ديبارتمنت سيرش. انا عايز مجرد لما اديله الديبارتمنت اي دي طلع لي بياناته اسمه واللوكيشن بتاع الديبارتمنت ده فين. فطبعا انا برضو هنا هاخد اي دي، الفاريبل بتاعها هيكون اسمه اي دي ونوع انت، هسلكت داتا منين؟ اقول له سلكت، والله انا عايز اجيب البيانات بتاعه الديبارتمنت، فاسلكت استركس فروم ايه ديبارتمنت، هات لي كل البيانات استركس دي معناها كل البيانات من الديبارتمنت. طيب وير اللي هي الاي دي اللي هو بتاع التيبل اللي اسمه ديبارتمنت اهو اللي هو ده، يكون مساوي لقيمه الاي دي اللي انا هدخله ايه من هنا. طيب نيوز اكسكيوت اتسيفت حلو. خلينا نشوف نريفرش ديبارتمنت سيرش، هقول له اكسكيوت ستوريج بروسيجر واكتب له مثلا الفاليو يكون 2، طلع لي انفورميشن سيستم حلو. فدي كانت الستوريج بروسيجر، دي كانت الفيو، واتكلمنا ازاي نعمل ديليت وابديت. ممكن ناخد كويري معين لانه ما اعتقدش يعني ممكن يعني يقول لك ايه، يعني خلينا الاول نتفق على حاجه عشان اعمل سيلكت للداتا كلها اللي من التيبل، بقول له سيلكت استركس فروم وبكتب اسم التيبل بعدها مثلا سوري كده ايه اللي نعمله فين فين نيو كويري حلو، نقول له سكوب. الناس اللي مثلا شايفه ان انا ليه بكتب يوز سكول، يوز سكول لان ساعات بنفذ كويريز فيقول لي ايه التيبل، التيبل ده ما فيش تيبل اسمه ستودنت، فانا وش كده بكون شغال على داتابيس ثانيه مثلا الداتابيس اللي اسمها هاي، فلازم اقول له لا انا هستخدم سكول تمام. فدي مهمه وبتحل شويه مشاكل يعني. هقول له مثلا ايه انا عايز، بص بقى انا عايز اجيب اسم الكورس، لو انا قلت لك انا هات لي اسم الكورس واسم الطالب اللي منضم في الكورس، يعني انا عايز يطلع لي الاوت كده كورس نيم ستودنت نيم، يقول ان الكورس اللي اسمه هو اس متسجل فيه طالب اسمه ايه مازن. طيب دي بتعمل ازاي؟ طيب انا عندي الانرولد، الانرولد فيه تو فيلد، اي دي بتاع الكورس والاي دي بتاع الستودنت. عظيم. الاي دي بتاع الكورس ده بيماتش مع مين؟ مع الكورس اي دي. حلو، معنى كده ان انا لو سويت ده بده اقدر عن طريقه اجيب النيم بتاع الكورس واعرضه. طيب والستودنت اي دي بيماتش مع مين او بيطابق مع مين؟ مع الاي دي بتاع الستودنت. معنى كده لو سويت ده بده عشان اربط ده بده بساوي ده بقول له ده بايكوال ده، اقدر عن طريقه اجيبه النيم بتاع الستودنت. طيب الحكايه دي تتم ازاي؟ هنشوف. انا بس بتاكد من اسامي الفيلد اللي انا عشان لما نيجي نشتغل كولومز. ماشي هقول له انا عايز اسيلكت استركس فروم، عايز اسيلكت ايه؟ عايز اسيلكت الستود ستودنت دوت نيم، عايز اجيب النيم بتاع الستودنت والكورس دوت ايه دوت نيم. حلو، فين انا كنت مسمي فوق كورس صح؟ تمام، وهات لي الكورس نيم. هجيب يعني هجيب النيم بتاع الكورس منين؟ من التيبل بتاع الكورس، بسيطه جدا. ويجيب النيم بتاع الستودنت منين؟ من التيبل بتاع الستودنت. ماشي،
لازم اجيب. طيب هو يعني يجيب لي كل الاسامي، يعني انا عملت كده، بصوا جاب لي جميع المواد واسامي الطلبه، جاب لي جميع المواد وجاب لي جميع اسامي المواد الطلبه. مازن مش بياخد نتورك، مازن مش بياخد موديلنج، فلازم نحط شرط. الشرط ده اقول له ايه؟ اقول له مش انت عندك تيبل اسمه انرولد؟ تيبل اسمه انرولد ده بيقول ان الطالب مازن فعليا خد موديلنج، مش لسه ما خدش من الموديلنج وانت حاططها له. تمام. طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ اجيب الداتا دي منين او بربط ازاي؟ بستخدم التيبل اللي اسمه ايه؟ ايوه انرولد. حلو. طالما انا حطيت التيبل ده اللي فيه انرولد، لازم اربط الكي ده بالكي ده والكي ده بالكي ده. اربط ازاي؟ اقول له وير اللي فيه، يعني اقول له كورس دوت اي دي، كورس الديل بتاع الاي دي، الاي دي بتاع الكورس سوري، هيساوي ايه؟ الانرولد دوت ايه؟ سبجكت اي دي. انا مسميه سبجكت اي دي صح؟ لا مسميه سب اي دي. اوكي. اند بقول له اند ايه تاني؟ لازم بحط اند دي عشان بقول له ايه؟ اربط لي الستودنت سوري، اربط لي الستودنت دوت اي دي بالايه؟ بالستود اي دي دوت ايه؟ الاي دي بتاعه. يعني هات لي من ال هات سوري يعني هات لي من التيبل اللي اسمه ستودنت، هات لي منه الاتريبيوت اللي اسمه اي دي، والتيبل اللي اسمه انرول هات لي منه الاتريبيوت اللي اسمه ايه؟ ستات اي دي. ماشي كده، هو هيجيب لك جميع بيانات الناس اللي هي منضمه في الماده دي. بس بص التيبل الجديد سوري، وير ان دوت بي انرول بي ايكوال ده مع ده، ما كانش فيه هي كانت مشكله من عندي اكتر، كان في ايكوال انا حطيتها زياده. جاب لي جميع الطلبه اللي هي منضمه في الماده دي فعليا، يعني اهو لو جينا نشوف تيبل انرول كده، ده تيبل انرول بيقول لك ان الطالب اللي هو اي دي بتاعه واحد ماشي، اللي هو مازن منضم في الاول ثلاث مواد اهو، مازن منضم في اول ايه؟ مازن سوري الطالب اللي اسمه ستيد اي دي منضم في اول ماده بس، فهو مازن منضم في الاو اس. داوود منضم في ماده الاو اس ومنضم في ماده الداتابيز اهو، داوود في الاو اس، داوود في الداتابيز. فهو هنا بتربط الانرولد بتربطه بالكورس وبتربطه بالستودنت وبتطلع عن طريقه النيم بتاع ده والنيم بتاع ده. تمام. فكده دي كانت برضو ايه كويري، يعني بتربط شويه الدنيا. كده اعتقد ان الجزء بتاع اللاب بتاع الداتابيز اعتقد خلاص، واعتقد ده كده جزء السيكوال، يعني ما فيش في مشكله. اتمنى الناس بس شوف لو حد عنده اسئلة ولا حاجة يحطها في الكومنتات او يحطها في بوست، وان شاء الله خير. بس هذا كده كل شيء يعني. مثلا سوري لو قال لك كريت لي مثلا، يعني خلينا ناخد اكزامبل خفيف كده، نيو كويري قال لك اعمل لي تيبل، التيبل ده يعني قال لك اعمل لي تيبل هيكون فيه اي دي والبرايس، اي دي نيم وبرايس ماشي. هيقول لك التيبل ده هنسميه مثلا برودكت، قال لك الاي دي، قال لك البرايس انا عايزه ما يكونش اقل، عايز المنتج اللي انا هحطه في التيبل ده ما يكونش اقل من 5، يعني لازم يساوي 5 او اكتر. اعمل الجزئيه دي ازاي بالكرييت تيبل، واعملها بالجي او اي ازاي؟ بالكرييت تيبل هقول له كرييت تيبل برودكت، وافتح كوس هقول له ايه الاي دي بتاعي نوع انت، وده هيكون ايدنتيتي يعني هي اوتو انكريمنت يعني هيزيد مع نفسه 1 باي 1، وده هيكون برايمري كي. النيم هنعمله ايه؟ فاريت شار 25. تعالى لي بقى عندي طبعا دي هتكون نوت نال، يعني لا تقبل نال فاليوز. تعالى لي بقى عند الجزئيه ايه؟ برايس. برايس ده هنعمله مثلا نيوميريك، او خلينا نعمله انت، يعني انا هعمله انت، في ناس بيعملوا نيوميريك براحتهم، يعني مش فرق كتير غير ان ده هياخد بعد العلامه العشريه وانا مش هاخد بعد العلامه العشريه.
انت والبرايس ما يكونش نال. طيب انا عايز ان البرايس بقى ما يكونش اقل من الخمسه. هعملها ازاي؟ هقول له كومه. فانا كده دلوقتي عملت الجزئيه دي خلاص. هقول له كومه. هقول له ايه؟ هستخدم فانكشن اسمها شيك. هقول له شيك وافتح قوسين. اي فانكشن بيكون ليها قوسين بتاخد ايه؟ arguments. هقول له شيك. هيشيك على ايه؟ على البرايس. هقول له ان البرايس دايما يكون اكبر من ايه؟ او يساوي الخمسه. اقفل القوس بتاع ايه بقى؟ بتاع دي الجزئيه دي. لازم اقفل القوس ده. حط سيمي كومه. اكسكيوت. بتعمل اكسكيوت. تعال نجرب انسرت داتا كده. انسرت. نجرب انسرت داتا. استنى اعمل لها انسرت مثلا من جوه الجي او اي. نقول له ايه؟ ادت. نضيف مثلا نقول له مثلا نقول له ايه؟ نقول برايس هنخلي السعر بتاعها 2 جنيه ونشوف كده. رفض. قال لك ما ينفعش، انت عامل كونسترينت او عامل تشيك على البرايس، انت مش عايز البرايس يكون بتاعها 2 جنيه. طيب نجرب نعمله 5. تمام قبله. طيب ازاي بقى نعمل حوار اللي تشيك ده؟ عن طريق الجي او اي. يعني عن طريق اللي انا اقول له مثلا كرييت نيو تيبل وهنضيف هنا الاي دي وهنا النيم شور مثلا وهنا البرايس نعمله انت. هنا نعمل البرايمري بتاع ده زي ما شرحنا. ازاي بقى نعمل حته ان البرايس يكون ليها فاليو معينه؟ ماشي هنشوف دلوقتي. هكليك على البرايس من يعني من العلامه دي هكليك عليها شيك كونسترينتس. طيب انا هضيف ازاي؟ هضيف كونسترينت هنا ازاي؟ هقول له اد. ماشي وادي اول كونسترينت. هقول له ان الكونسترينت دي هتتنفذ امتى؟ هنشوف دلوقتي. بعد ما هي اتضافت كده بدوس على اكسبريشن وادوس على دي. انا عايزه يعمل ايه؟ يعمل تشيك ان البرايس اللي هو اسم الكولوم ده اكبر من 5، اكبر من او يساوي 5، او خليه 4 عشان ايه نميز بس. ماشي ونس اوكي. اسمها كده ممكن تغيره ممكن عادي. طبعا كل ده لازم يكون يس. بعد كده هندوس كنترول سيف وندوس كلوز. طيب ديت اتاكدنا كده انها اتضافت. خلينا بس نتاكد. تمام هي كده متضافه. طيب نسيف التيبل باسم مثلا اوردر مثلا. حلو ونريفرش نشوف اوردر ونضيف فيه ريكورد. نجرب نضيف فيه ريكورد مثلا الاي دي بتاعه 2 والنيم بتاعه مثلا بيبسي ونضيف البرايس ب 3 ونشوف يا ترى ايه اللي هيحصل. رفض. تمام لو ضفنا ب 4 قبل. فدي ازاي تعملها بالجي اي وازاي تعملها ككود سيكوال. اعتقد كده دي تقريبا كل الافكار اللي احنا خدناها. يعني ما فيش شيء اكتر من كده. الفيو البروسيجر التيبلز. فاتمنى ان اي حد عنده سؤال او اي شيء يعني يكتبه وان شاء الله. يعني كده الجزء بتاع الداتابيز بالنسبه لي يعني خلص بتاع اللعبه.